اولا مرحبا واحنا بك مرحبا جدا وشكرا على تقبل جمعه الحلوه. ربي يحفظك خويا ونشكركم على هذه الاستضافه هذه. يعني كيفاش كانت عمليه الانتقال تاعك الى نادي بارادو؟ الحمد لله الانتقال تاعي الى فريق بارادو حفزني المشروع تاع الفريق. ما شاء الله فريق منظم، فريق محترف ما شاء الله، ديجا او خرج دي جوار احترفوا في الاوروب ما شاء الله. هذه الحاجه الاولى اللي حفزتني، وحفزني فاني مدرب الحراس الشيخ محمد زمولي بنجل الفريق نادي بارادو. والحمد لله يا ربي تما جيت جا الواحد هنا باش يخدم ان شاء الله ويحقق الاهداف تاعه في الاحتراف ان شاء الله. خاصه انا نشوف اللي كان عندك عده اتصالات من شباب البزداد من الجزائر وشباب قسنطينه. والله الحمد لله كان عندي عده عروض، بالك انا فضلت نادي بارادو من الجانب الرياضي، وفضلت بارادو على الجانب المادي، خاصه كان عندي عرض في شباب قسنطينه شباب البزداد. الحمد لله ثم انا جيت البارادو قلت لك ما جيتش على حاجه تاع دراهم، ولا جيت انا باه نخدم ونحترف ان شاء الله. الاهداف تاعي هو الاحتراف ان شاء الله. شكون هو المدرب تاع الحراس اللي عقبتك وعاونك بزاف تشوف انت في المسيره تاعك؟ والله الحمد لله كاين بالك نشكر شريف حجار، مدرب شريف حجار، الهادي عمراني عاونوني بزاف عمراني خدم معك في الحراس وفي فيمدي الحمد لله عاونوني بزاف ونشكرهم. متقدرش تقول لي انت في مرحلة الذهاب كي كنت في ما كنتش تيتوال، كان العلاوي العلاوي ومباراة مدينة وهران هي اللي كانت الفارق، خاصة ان مجيد بوقرة هو اللي كان في المدرجات. تشوف لي هذيك المباراة صنعت الفارق في المسيرة ديالك؟ لا الحمد لله يا ربي كما يقول لك صبرت، انا بقيت نخدم. مما كان معايا حارس ما شاء الله فتح الدين علوي، كان يقدم في مستوى طيب، مستوى لاباس به الحمد لله. ثم انا بقيت نخدم ما كرهتش، بقيت حاز بان حرز على المكانه الاولى، والحمد لله برك مباراه تاع مولودية وهران هي كانت الفاصل بان ما كنا اساسي في الموسم، كملت الموسم كاع انا اساسي. مباراة شباب القبائل في الافتتاح بالهدف تاع بن عبد الهادي ما اثرش فيك في المسيره؟ والله ما مش نقول لك ما اثرش فيا، بالك درت ان بون ماتش، مي هذيك لا دنيا مينيت جا ذاك البيت ياثر فيك، مي الحمد لله ما 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 بقيت توجور نخدم ورادي وعاودت برونيت ودرت دي ماتش في المستوى الحمد لله. خاصة أن مباراة الثورة ثاني أديت مباراة في المستوى. الحمد لله أديت مباراة في القمة مع شبيبة الثورة. نعود شوية للوراء، وش وقع لك في اتحاد الحراش؟ اتحاد الحراش تدرب برك ما سنيتش عقد. في اتحاد الحراش وقع لي ما تكاليفيتش، وقع لي بروبليم ما تكاليفيتش، بقيت نونطريني لا سيزون كومبلي. والحمد لله من اتحاد الحراش جا المدرب شريف حجار اللي نشكره بهذه المناسبه، هو اللي داني معاه الاولمبي المنديه، والحمد لله عاوني بزاف ونشكره، كي هو كي الشيخ الهادي عمراني، لطفي بودرع، غاني عوامري، الحمد لله كاين مدربين بزاف عاونوني. كيفاش تلقيت الاستدعاء الاول تاع المنتخب الوطني؟ والله كما قلت بالك الاستدعاء كنت دايره في راسي بعد المباريات اللي قدمتها مع الفريق تاعي السابق اولمبي نديه اللي نحييه، فريق ما شاء الله، فريق ناس كرماء عاونوني بزاف، من رئيس من لي ديريجون نشكرهم ونقولهم حظ موفق الفريق اولمبي نديه ان شاء الله. كيفاش لقيت المجموعه تاع المنتخب الوطني؟ الحمد لله لي جوار او نيفو، ناس ما شاء الله، ناس لاعبين، ناس عاونوني، دخلت تاقلمت بالخف في الجروب، ومام ستاف تكنيك ستاف ميديكال الحمد لله تما كاع ناس عاونوني ودخلت في الجروب والحمد لله. الحمد لله. تشوف غارديان كيما رئيس وهاب بن بولحي الاكسبيريونس راه في ديجا راه في 11 اون في ليكيب ناسيونال، غارديان عنده خبره بزاف، ديجا لاعب الحمد لله توجور ينصحني نتعلم منه، والحمد لله ان شاء الله كما يقول لك حنا نخدموا نتعلموا منه وان شاء الله نوجد المستقبل ان شاء الله. شكرا جزيلا.
نشوف شنو اللاعب الاقرب اليك في المنتخب الوطني. تقريبا اللي جوا الحمد لله كاع يبغوني في المنتخب الوطني، يوسف بلايلي، بغداد بونجاح، رياض محرز، الحمد لله كامل اللي جوا راه يحبوني وعاونوني بزاف، نشكرهم من هذا. عندك طموح انك تكون اساسي في المستقبل خاصه انك تبلغ من عمر 23 سنه؟ ان شاء الله. احنا دروك انا كما معنا دي غارديان ما شاء الله تعلمت منهم واني نفد منهم الخبره، وان شاء الله مستقبلا ان شاء الله لما نكون في المنتخب الاول. خاصة أن المنافسة تانيك توجد هنا في نادي بارادو بوجود بوسوف والحارس الجديد العلوي وكان حارس تاع الرديف تاني. الحمد لله هذه خاصة تخوف في التشكيل جات البارادو. ما تخوفنيش هذه المنافسة، بالعكس أنا نبغي منافسة. مام خير الدين بوسوف ولا علوي لي غارديان ما شاء الله، دوك جينا احنا لدى فريق بارادو، جينا نخدمه واللي يكون مير هذاك هو كي قام ان شاء الله هو اللي لعب. بعض المصادر تقول بلي كان عندك اتصال في الميركاتو الصيفي هذا مع محل فرق البلجيكيه، صحيح؟ صحيح، كان عندي كونتاكت في 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 الدوري البلجيكي، مي وقعوا واحد لي بروبليم، الحمد لله كما قال لك مكتوب هذا الاولمبيه اللي شويه عقلوا لي في هذا الكونتاكت هذا. شوف القسم ثاني كان اتفق مع اداره اولمبيه بصح انت ما اتفقتش مع الراتب. ما اتفقش مع شباب قسنطينه مع الاداره. اسكون تكون داير في راسك اللي تلعب في بارادو خاصه انه نقولوا بارادو عندها سياسه تاع لاعبين شبان وتعرف جاي من عتيت ولا ما قلقتكش هذه شويه؟ قلت لك بالك انا الحاجه اللي حفزتني جيت البارادو باه نحترف، جيت باه نادي موسم مليح ان شاء الله ونحترف، وكما يقول لك احنا نردوا الجميل تاع الفريق. احنا كي جينا هنا الواحد لازم يخدم يطيح وينوض ان شاء الله، وان شاء الله نردوا نحققوا اهداف تاع الفريق ونحقق الاهداف تاعي ان شاء الله في المستقبل. اتصال ثاني في الخارج في السعوديه؟ كان عندي اتصال في السعوديه، هادو كما نقولوا احنا هي كل شيء بالمكتوب، الحمد لله بالك ربي كتب لي جيت فاني فريق بارادو، فريق محترم، فريق منظم، فريق بالك اللي احترفوا لي جوار منه بزاف الحمد لله. انا قلت لك ونعاودها لك، انا جيت لهذا الفريق نحقق الاهداف تاعي والاهداف تاع الفريق ان شاء الله، نقدم مستوى او موسم جيد ان شاء الله، واللي فيها المكتوب ربي يجيبها ان شاء الله. المنتخب الوطني كيفاش تشوف الامر تاعو في التصفيات خاصه بعد التعادل الاخر امام بوركينا فاسو؟ قادر مباراتين امام نيجيريا هذا النهائي ان شاء الله. احنا دروك ذاك احنا دروك هذاك الماتش تاع منتخب بوركينا فاسو كما يقولوا طوينا الصفحه تاعو، رانا نحضروا في لي كلاب تاعنا في الفريق تاعنا، وان شاء الله نحضروا 100% ونرجعوا ان شاء الله. هذا تصفيه مباراه الذهاب مع 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 النيجر في في في, في تشاكر ان شاء الله، نزيدوا نحضروا في سيدي موسى وان شاء الله نجيبوا نتيجه ايجابيه ونفرحوا الجمهور الجزائري ان شاء الله. انت تطمح باش تكون دائما في القائمه تاع بالماضي؟ ان شاء الله، لماذا ان شاء الله؟ خاصه مع اقتراب كاس امم افريقيا ان شاء الله. انا دروك راني نخدم والناخب الوطني راه يشوف كي كوتش عزيز بوراس نحيي بهذه المناسبه وجمال بالماضي راهم يشوفوا المردود تاعي، اذا نستاهل ان شاء الله نكون في القائمه، لما لا ان شاء الله. ان شاء الله كاين كاس العرب تحت لواء الفيفا اللي تحت في ديسمبر ان شاء الله على المنتخب المحلي بالذره، ممكن جدا انك تكون فيها خاصه انك انت الحارس الاساسي بينك وبين دايم ان شاء الله. احنا دروك انا منتخب الوطني يوم يحتاجني راني بري ان شاء الله، سواء لي لوكو او الفريق الاول، والحمد لله انني نخدم دروك ويما يجيني الاتصال نكون واجد ان شاء الله. وشنو هو الديسكور اللي نقول لكم المنتخب الوطني في هذا الجانب؟ باركوش التصفيات هذوما معلو كان يقول لك بلي بوركينا فاسو وطاك مجموعه سهله، وشنو هو الديسكور اللي نقول لكم المنتخب الوطني؟ احنا والله ما احنا شوف احنا توجور في الجروب الحمد لله، احنا توجور ما درنا ماتش حد سهل، توجور احنا اللي ماتش اميكو اللي لعبناهم كنا نحضروا بجديه كاننا راح نلعبوا تصفيات كاس العالم. احنا ما عندناش مقارنه بين ماتش اميكو ولا ماتش اوفيسيال، الحمد لله احنا تما كاع لي ماتش نحضروا لهم كاننا راح نلعبوا كاس ان شاء الله. دوك نزيدوا احنا كما يقول لك الماتش هذا ما هذه مجموعه ماهيش سهله، سيختو نقولوا النيجر راهو ديجا راطي دو ماتش، احنا ان شاء الله نبريبارو احنا نحوسوا على روحنا نبريبارو هذا دو ماتش ذهاب واياب، وان شاء الله ان شاء الله نجيبوا نتيجه ايجابيه من النيجر ان شاء الله.
كلمة أخيرة للأنصار المنتخب الوطني وش تتمني تاني في المسيرة تاعك مع بارادو هذا الموسم؟ شوف الحمد لله احنا رانا نخدموا إن شاء الله، وربي يقول لك الإنسان اللي يخدم ينال. احنا ان شاء الله رانا نخدموا مع لي زونط مع المدربين في المنتخب الوطني. الشعب الجزائري يقولوا بالك ماتش ما درنا ماتش مع بوركينا فاسو، بالك راهي نقولوا نتيجه ايجابيه بالنسبه لنا باسكو ماتش انيكستيريال، ولازم يعرفوا بلي ديجا لعبنا خارج الميدان تاعنا. شوف احنا ان شاء الله رانا نحضروا دو ماتش الذهب واياب تاع النيجر، ان شاء الله نفرحوهم ونجيبوا لا فيكتوار دو ماتش هذا.